ضمن سياسة وزارة الصحة لتنمية قدرات مستشفياتها وكوادرها في مجال الطوارئ وبالذات الإسعاف والطوارئ، وضمن التعاون المشترك والوثيق مع نشامة الدفاع المدني ممثلين بمديرية الدفاع المدني، هذا الجهاز الذي نعتز ونفتخر فيه باستمرار على تعاونه المستمر في تقديم الخدمة سواء التعليم والتدريب والإنقاذ للمستشفيات والمراكز الصحية أو في مجال نقل الحالات الإسعافية للمستشفيات في الحوادث والكوارث الطبيعية لا سمح الله. في إجراء هذا التمرين لاختبار قدرات ومستويات الكوادر داخل المستشفى، الكوادر الطبية والإدارية داخل المستشفى في التعامل مع الحالة الطارئة ومدى قدرتهم على تطبيق خطة الطوارئ، وأيضا اختبار قدرات ومستوى أداء وكفاءة رجال الدفاع المدني من حيث القوى البشرية والمعدات والآليات في التعامل مع فرضيات التمرين التي أعدت مسبقا وتم تنفيذه على هذا المبنى. احنا مستشفى اللي هو حصل على اعتمادية المؤسسات الصحية، ومن المعايير الأساسية انه يكون في تمرين سنوي للدفاع المدني. طب اليوم اللي هو صار عندنا تمرين وهمي لحريق في المصبغة امتد للمستهلك الطبي وللطوابق العلوية، تم التمرين من الأسابيع الماضية بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني البلقاء لإطفاء هذا مثل هيك حريق لا سمح الله. تم تدريب الكوادر، كوادر المستشفى صار تعاون وثيق بيننا وبين اللي هو مديرية الدفاع المدني البلقاء. من الفوائد انه نتاكد من مداخل المستشفى مخارج المستشفى اللي هو مدى تحقيق المستشفى لمعايير السلامة العامة. الأعمال إنه إجانا على عمليات إنه في حريق مستشفى الأمير حسين، تم إخلاء الإصابات، منها كان اختناق، منها كان كسور، منها كان توقف القلب في حالة سي بي آر، وتم إخلاء الخيمة الطبية. تم إنزال الإصابات بواسطة الحبال أيضا عن طريق العبارة الهوائية. طبعا عملية الإنزال بتتم من قبل منقذين اثنين، عملية سيفتي بتم ربطهم وبإنقاذهم عن طريق النوافذ زي ما لاحظتوا قبل شوية، أيضا العبارة الهوائية هي من الطرق الإنقاذ الحديثة، بتم إنزال الإصابات ذات الإصابات الخطيرة اللي يصعب عدم الحركة إلها، فبتم إنزالها عن طريق العبارة الهوائية بالنقالة مع منقذ عن طريق السطح. هاي التمرين احنا متعطينا انطباع عن طبيعة الموقع داخل المستشفى، ايضا مهارات مرتباتنا وندربهم على كيفية التعامل مع الحرائق داخل المستشفى، مثل هذه المباني اللي بنعتبرها مباني عالية الخطورة في هذا اللواء. ايضا هذه التدريبات وهذه التمارين تكرس على جميع المرتبات والافراد وطاقم المستشفى التعامل مع الحوادث الكبرى وكيفية التعامل مع الاصابات.